المشكل ديال المهنة كان عندنا واحد المشكل هو كان الرئيس خذ واحد المبادرة، رئيس الجماعة عبد الحق بن العيساوي خذ واحد المبادرة لبرمج هاد البئر وهاد الشاطو، وثم كذلك الطاقة الشمسية اللي يعمم على جميع الدواوير ديال الجماعة. وهنا دار واحد ثلاثة الجمعيات، كل دوار بجمعية ديالو، ما نعطيكش بالضبط، المهم ما نقدرش نعطيك بالضبط سميتو لأنه ما عنديش علم على العدد ديال الساكنة ديال بالنسبة شحال كل دوار. المهم الربط الفردي اللي كاين دابا كل دوار تقريبا ما يناهز واحد 100 كانون اللي ربطت دابا، كل دوار ربط 100 كانون. كاين ثلاثة دواوير كل واحد ربط 100 كانون. داروا الجمعيات، الجمعيه داروا كونوا جمعيات، والجمعيات هما اللي تم الربط ديال الفردي لكل دار. داروا واحد الاثمان، واحد الثمن اللي هو رمزي واحد 2 دراهم للطون. والان العمليه راه بدا الشهر الاول ديال الاستخلاص، راه تخلصت الناس، كاين اللي جاتو 50 درهم، كاين اللي جاتو 20 درهم، كاين اللي جاتو 30 درهم. كان عندنا مشكل ديال الازمه، كانوا الناس كيجيو يتنقلوا من دوار لدوار باش يجي يدي الماء. هنا كنوصلوا حتى 120 متر في البير، وباش الجمعيه ما تكلفهاش المصاريف ديال الكهرباء. الرئيس برمج هاد الطاقة الشمسية اللي كدير بومباج فابور. هاد المنطقة راه شبه صحراوي أول مرة، والجفاف كتر عليها بزاف، والفلاح مسكين كيعاني معنى الكلمة، من دعم إلى من بزاف ديال الحوايج ما كيوصلوش هنايا لهاد المنطقة هادي. والفلاح راه غادي في الآخر ديالو غادي بحال غادي يهرب، غادي يستاقل وغادي يخلي هاد البلاد ويمشي. بزاف ديال الناس راه هاجرت ومشات، والبلاد دابا ما بورية، دابا الناس حتى الفرشة المائية ما كايناش، الناس كتحفر الآبار وكتلحق الميتين كاع ميترو، ما صابتش الماء ما لقاتش، وما كاين لا دعم لا والو. وزيدون ثاني البلاد ثاني غطاتها واحد السدره ناضت في الارض، ما صابوش باش يحيدوا، ما عندهمش الامكانيات باش يحيدوها. كي تجي واحد يقدر واحد يجي يحيد في بلاده ويحيد شويه ويخلي الاخر، كتنتقل هي السدره، خلات الرعي الماشيه ما خلات حتى حاجه، كلشي خسراته، وكتشد لها الصوب وتخسر اللون ديال البهيم، وما شاء الله وصافي. حنا عندنا هنا الجمعية اللي دخلنا هذه شي شهرين، هذه باش دخلنا الماء ودرنا الطاقة الشمسية، كنخلصوا 50 ريال الطون. الماء موجود، خصنا عامش نعيشو، حنا محنين هنا في البادية، راه ما كاين لا خدمة لا رد مالا. كانوا وليداتي خدامين عندي ثلاثة، دروك راه كلشي بارك. البهيجمات حنا كنبيعو، ما كاين سوق، ما كاين حتى حاجة، حنا في البادية هنا مكرفسين، الناس راه مكرفسة. لا سدي تعانا الدراري، عندي ثلاثة ديك أربعة الدراري وأمهم وبنتي مطلقة، هي شديت وحدها، هادشي اللي كان. واخا يكون لا بدا يكون كاينة المضرة بزاف، صحيح كاينة المضرة بزاف، لحقاش بنادم ما تحبس عليه السواق ويدي فيه ما يبيعها، ما كاين لا تبان لا حتى حاجة، هادي عامين والجفاف. وما حنا موال البادية بزاف، لا صغير ولا كبير. المشكل ديال المعدنة، حفروا لنا البئر، حفروا لنا الماء، ولكن الدوار كثير. حفروا البئر الاول هيه، ولكن هنايا الدوار كثير، ما كيكونش داك الماء داس. ايه، وحفروا لنا بئر هيه وجابوا ثاني حتى الماء لهنا، ولكن الماء ماشي داس. حنا بغينا الماء يدخلوا الناس، وحتى حنا نديروا جمعيه ويدخلنا الماء ونستافدوا ونرجعوا ولادنا. حنا كنسقيو من هيه، والدوار الاخر كيسقي داك الجمل اللي كيسقي، وواحدين كيسقوا منا من الله. حنايا كاين اخويا كاين حتى 120، كاين 86، كاين داكشي على حساب طلعتي الفوق، كاينه 90 120 لتحت 86 80. كل نهار ركبت لنا الجماعه، حفرت لنا البير الاول والثاني والثالث
ولكن اخويا الناس كتستهلك وراك عارف كيعودوا شادين السيرفيس ما دازينش. ثلاثة البيار اللي حفرت لينا، طيب كنعودوا نسقيو على الحمير. حنا حفرت لينا الجامعة دارت لينا اللي تسالي نسالوا ليها دارت لينا حفرت لنا البير الأول، الثاني، الثالث، ولكن المهم الناس كيعود بنادم كاين كثير كيتجي مع السقايات. حنا بغينا نطلبوا من الله والملك جلالة الملك ندخلوه تحنا المال وليداتنا ويعودوا يحربوني ويشربوا ومرتاح. الدراري كيمشيو على حمار يركبوا سقي الاخر غادي بعدا الاخر غادي بكرويله وما الجامعه دوك دارت لي عليها الحقيقه هي هذه.